ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها تسطيح حفاظ المجتمع الديني وجعله تقاليد وعادات وأنماط فقدت الزمان والمكان، فتلك المتانة المجتمعية التي نراها في تعظيم شعائر الله وحفظ الشريعة وصيانة الأصول وحراسة الفضائل تمثل عندهم أغلالاً يرفس فيها المجتمع، وضعت في أعناق أهله وأيديهم عبر تراكمية زمانية وتموضعية مكانية ولدت من رحمها تلك المتانة. فتغطية المرأة وجهها هي عند قوم اليوم شذوذ عن النسق البشري وثوب أجنبي عن الإسلام، فرضته مرحلة زمانية وتم فيه لي نصوص الأدلة لأجل قهر المرأة، فهكذا وجد عند السعوديين فقط. أولم يسمع هؤلاء أن رجلا يقال له أبو حامد الغزالي توفي سنة 550 وكان عراقيا أنه قال: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، وأن رجلا أندلسيا من البلاد التي سطعت منها شمس الحضارة على أوروبا هو أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 ذكر أن المرأة في بلاد الأندلس لم يكن يظهر منها إلا عينها الواحدة، وأن ثالثا يمانيا هو محمد بن علي الموزعي المتوفى سنة 25 و800 قال: لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرا. وبعدهم قال رابع من بلاد مصر هو ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عند الأجانب. ولست هنا للحديث عن حكم تغطية المرأة وجهها وما ذكر فيه من إجماع أو خلاف، وفتاوى أعلى جهة علمية شرعية كسماحة المفتي واللجنة الدائمة هي وجوب تغطيته وحرمة كشفه، لكن مقصودي هنا بيان شناعة تسطيح حفاظ المجتمع وتدينه الفطري وتصويره شذوذا مقرفا مانعا من شم رائحة الحياة الجميلة.